شركة تونسية 100% هي أول شركة تونسية وعربية مختصة في البيع المباشر دونك لي برودوي نتاعنا كلهم أباز داليو فيغا إدويل داغون من هذا جاء اسم أغذية القام نتاعنا بدينا بقام صغيرة وتوا ما شاء الله عنا بخيسك 100 برودوي عنا دي برودوي بور فام أم إي بيبي. المشروع هذا اللي بدأ بحلمة في خاطر السيد صادق العريبي واللي تحقيقه اللي هي الماركة الأولى التونسية للبيع المباشر. زرناهم وكان اكتشاف الماركة فيها برشة تميز ورقي واحترام للجمال الطبيعي والتزام بتوفير العناية والراحة للوجه والجسم مع بعضهم. جرب تقريبا البرودوي الكل وحسيت غير انه فما اضافة في التكستور فما العديد من الفوائد. كيفاش تكونوا معنا في أغذية؟ باش تكون معنا في أغذية لازم تكون أديرة معنا، تحضر معنا، تتفرم معنا، يكون عندك لوجين معنا وبلاتفورم خاصة بيك، دونك الكونسيبت نتاع أغذية أنك تكون تدخل أنت وتكون كونسوماتور ومن بعد تبدا تكون فريق معاك تحتضنوا وتأثروا. أغذية تبدل حياة برشا عباد، العباد معنا تربح برشا فلوس، برشا صحة وبرشا وقت. تعمل جو على خاطر أغذية تعمل لي تشالنج، تعمل دي فواياج، تعمل خرجات حلوة برشا، دونك هذوما الكل أي أديرون معنا ينجم يربحهم، ينجم يكون حاضر معنا في لي فواياج اللي نعملوهم دي فواياج انترناسيونو، حاجة معناتها ما شاء الله، دونك الناس الكل تنجم تدخل زادة على السيت نتاعنا وتشوف لي فيديو، تشوف الجو اللي في أغذية، تشوف بالحق كيفاش تنجم تبدل حياتك مع أغذية، كيفاش تخرج من الروتين، وأغذية كما قلت قريبة من كل تونسي، قريبة من المرأة التونسية اللي قاعدة في الدار اللي تخدم، الراجل كيف كيف برشا، احنا لي ليدوغ اللي معنا زادة أغلبيتهم رجال، دونك أي واحد كو سوسوا تونسي وإلا إن شاء الله زادة مش كان التوانسة خاطر احنا ماشيين إن شاء الله على شال انترناسيونال، الكلهم يلقاو روحهم في أغذية باش يبدلوا حياتهم، ومرحبا بكم الناس الكل باش تبدلوا حياتكم معنا في أغذية.